معنا المحامي الأستاذ محمود البدوي والخبير الحقوقي. أهلا بك يا أستاذ محمود. الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عايزة أعرف قراءتك إيه لما جاء في هذا التقرير يا أستاذ محمود؟ طبعا التقرير طبعا صادم. يمكن التقرير كشف عن جانب واحد فقط وهو الخاص بالعمالة النيبالية، ولكن هناك الكثير من الطوائف اللي شغالين في دويلة قطر. طبعا احنا عارفين فكره اللي هو عندهم تنظيم كاس العالم والبنيه اللي هم بيعملوها، البنيه الرياضيه اللي هم شغالين عليها الكبيره، ده بيستوعب عدد كبير جدا من العماله الوافده. طيب زي ما شفنا كمان من خلال التقرير ان هم هذه العماله لم يتوفر لها الحد الادنى من الخدمات اللي هي بتعينهم على ان هم يؤدوا عملهم في ظل الجو طبعا شديد الحراره اللي هم هناك. شفنا امر وصل الى حد العبوديه، شفنا الناس اللي هم اتسحبوا الباسبورتات بتاعتهم، شفنا الناس كمان ان احد العمال في التقرير اتكلم على ان هو بقاله 8 اشهر لا بيقبض الراتب بتاعه اللي هو متفق عليه، ولا حتى كمان ان هو بيقدر يتواصل مع اهله في البلد بتاعته اكثر من 8 اشهر، فممكن يكونوا اهله مش عارفين هو عايش ولا ميت. اما قطر كانت بتواجه بمثل هذه الامور، كانوا بياخدوا الناس اللي هم المصورين والبعثات اللي بتروح تزور من بعض المنظمات، يزوروا بعض الاماكن المعده سلفا علشان يعملوا بيها كاموفلاج ويغطوا على جرائمهم. لكن النهارده ما تعرف يا استاذ ريهام ان في غرفه بدون تكييف وفيها 8 افراد، في حوالي اكثر من 1000 وشويه زي ما ذكر التقرير من 2009 ل 2019 ماتوا نتيجه الجلطات القلبيه. ده كله بيقول ان دويله قطر الارهابيه اللي بيرقصها تنظيم الحمدين الارهابي لم تتوقف جرائمه فقط حول او عند محطه كيل الاتهامات للدول الاخرى ومناطحه عايز يرفع راسه لراس الدول الاقدم والاعظم منه، لا ده كمان ابتدى ان هو بيمارس جرائم ترتقي الى جرائم الارهاب وجرائم العبوديه وكمان بنقول عليها جرائم الاتجار بالبشر داخل دويله قطر عن طريق استخدام عماله وعدم توفير الحقوق والحدود الدنيا من الحقوق بتاعتهم كعمال. وهنا للاسف الشديد احنا لسه من شويه كنا بنعاني من تقرير هيومن رايتس ووتش المفبرك والكاذب حوالين الاوضاع بالداخل المصري. النهارده هيومن رايتس ووتش والمنظمات الدوليه الماجوره المسيسه ومن هم على شكلتها، اين انتم مما يحدث من صور من العبوديه الحقيقيه والصريحه تحدث على مرأى ومسمع من العالم كله داخل دويله قطر وتحت اشراف نظام الحمدين الارهابي؟ كل هذه المنظمات المدفوعه الاجر والمنظمات المسيسه صاحبه التقارير المفبركه التي اتخذت بوصله تجاه الدوله المصريه فقط وعموا الطرف وغضوا الطرف عنها. يعني في رايك ايه المبرر لهذا الصمت المريب على قطر وجرائمها؟ ده انتهاك واضح واضح لحقوق الانسان. لما بنيجي نتكلم على حقوق الانسان ده غير بقى الارهاب طبعا وهو الدور الكبير اللي بتقوم به هذه الدوله. اقول لحضرتك يا ريهام هانم ان للاسف الشديد حينما يختلط المعيار الحقوقي بالمعيار السياسي فيتوه بين هذا وذاك، خلاص ما تجيش هنا تتكلمي تقولي عن الحياديه وعن الشفافيه وعن المهنيه، كل هذه الامور ذهبت بعيدا عن هذه المنظمات اللي تدخل فيها المال القطري الحرام والتوجهات التركيه لصياغه التقارير الحقوقيه، اشتروا بيها ذمم وضمائر بعض الباحثين اللي باعوا نفسهم طواعيه واختيارا لمن يدفع اكثر. النهارده التقارير المسيسه التي تصدر بالمخالفه للحقيقه عن الداخل المصري، النهارده بلاقي التقارير دي ما بتجيش تتكلم عما يحدث من انتهاكات لحقوق هؤلاء العاملين العماله الوافده في دويله قطر. النهارده حينما يتوه البوصله او تتوه البوصله ما ويختلط ما هو حقوقي بما هو سياسي، ما تجيش النهارده تفتكر ان حد هيقدر يتكلم عن جرائم قطر اللي هي بقول هي ظاهره للعيان. واعتقد ان هذا التقرير كشف عن جانب ضئيل جدا 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 عن حجم الانتهاكات اللي بيتعرض ليها العماله ديت، واعتقد ان دويله قطر الارهابيه فيها من الجرائم الكثيره جدا جدا. واعتقد كمان عندنا ده خلاف كمان يعني لينك كمان ربما يكون مش على نفس السياق، ولكن كمان اقدر احدثك عن انتهاكات حقوق المراه القطريه في هذه الدويله. فالنهارده دويله قطر جمعت كل الافات في منطقه واحده. يمكن النهارده التقرير ده كشف عن جانب واحد فقط فيما يخص فكره السخره والعماله واهدار حقوق كل هؤلاء العمال الوافدين. وطبعا كالمعتاد مش هلاقي هيومن رايتس ووتش تتكلم، مش هلاقي العفو الدوليه امنيستي تتكلم، مش هلاقي اي منظمه بتحترم نفسها تطلع تتكلم، لان المال القطري الحرام اصبح يغزو عدد كبير جدا جدا من المنظمات الدوليه التي كنا نحترمها في الماضي واللي ظهر وجهها الحقيقه او سقطت عنها الاقنعه بانها صاحبه تقارير مدفوعه الاجر ومسيسه. تمام. كمان عدم توفير الرعايه الصحيه، ويعني في بعض العمال يمكن
بيتعرضوا لاحوال مرضيه سيئه جدا بيرحلوهم لبلادهم، مش ان هم خدوا منهم صحتهم خلال فتره العمل ان هم يقدروا ان هم يعني يعالجوهم، بياخذوهم بصحتهم ولو مرضوا بيبعتوهم على بلادهم بدل ما يعالجوهم. للاسف الشديد للاسف. تمام انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك استاذ محمود بدوي المحامي والخبير الحقوقي.